اللهم صل على محمد ابن علي ابن موسى علم الصدى ونور الهدى ومعدن الوفاء وفرع الأزكياء وخليفة الأوصياء وأمينك على وحيك. اللهم وكما هديت به من الضلالة واستنقذت به من الحيرة وارشدت به من اهتدى وزكيت به من تزكى فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وبقية أوصيائك إنك عزيز حكيم.